كانت هذه هي ردة الفعل ديال سلمى رشيد اللي هي البكاء، وكنظن ان كل مغربي حركة، لان هذا هو الوطن وهذا هو حب لهذا الوطن. الله يرزقنا السلم والامان وان شاء الله تدوم علينا الافراح. وكانت هذه هي الفرحة ديال اللاعبين ديال المنتخب المغربي، وشكرا ليهم وكنحمد الله ونشكره على هذه الفرحة لاننا كنا كنستاهلوها. مساء النور عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد على القناة، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا فرحانين. الله يدوم علينا ان شاء الله افراح ومسرات لهذا الوطن لاننا كنستحقوا نكونوا فرحانين، وان شاء الله ما تكونش هذه هي اخر فرحة لينا. والله يديم علينا الامن والسلام ويخلي لنا الملك محمد السادس نصره الله، وينصر هذا الوطن وينصر الشعب ديالو. وكنشكر المنتخب المغربي على هذه الفرحة اللي كنا كنستناوها كشعب مغربي، لأننا شحال هذه المفرحنا. شكرا ليه، شكرا لكل إنسان ساهم في هذه الفرحة ديال هذا الوطن. نخليكم مع تفاصيل الفيديو ونرجع بعد. وكان هذا الفيديو هو عبارة عن أهم اللقطات ديال الفرح اللي يمكن كانت في كل بيت مغربي وفي كل وطن عربي، لأن هذه الفرحة ماشي فرحة مغربية بس، هي فرحة عربية وفرحة كمسلمين. والله ينصرنا وينصر الإسلام وينصر العرب. We'll be right back.
هذا هو الفيديو ديالنا، وكنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيان وتكونوا بخير وعلى خير. وشكرا للمنتخب على هذه الفرحه اللي فرحنا، وكنشكر كل انسان ساهم في هذه الفرحه، وكنتمنى تخليوا لنا لايك واشتراك في القناه، ونخليكم على خير ومع السلامه، وشكرا لكم على المشاهده.